ائتلاف قوى التغيير السلمي يؤكد في بيانه أن أي ترويح أمريكي بشن العدوان أو الإقدام على مغامرة عسكرية سيواجه بكل قوة من أبناء سوريا. وحمل الائتلاف واشنطن وحلفائها تبعات تصعيدها المبيت في المنطقة برمتها، مبينة أن الشعب السوري يتطلع لحل سياسي سلمي عبر الحوار الوطني المفضي للتغيير الشامل في البلاد. وبين الائتلافان التطورات السياسية الأخيرة من موافقة سوريا على المقترح الروسي بوضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية، كفيل بسد الذرائع المعلنة أمريكيا وغربيا لشن العدوان على سوريا، وهو يهدف إلى تجنب وقوع العدوان وتكبيد الشعب السوري المزيد من الخسائر في الأرواح والبنى التحتية ومؤسسات الدولة. كونكم تدعون إلى التغيير السلمي في الداخل السوري، ما هو موقفكم في حال شن عدوان همجي أمريكي أو غربي على سوريا؟ هل ستبقى قوى الائتلاف التغيير السلمي فقط تدافع عن سوريا سياسيا، أم سيكون هناك جناح عسكري أو إلى ما هنالك؟ الدفاع عن سوريا من الحدود وباتجاه الخارج بالتأكيد ليس بالكلمة وبالعمل الدبلوماسي فقط، رغم أن هذا شيء مهم ويترك لأصحاب الدبلوماسية والسياسة، ويمكن أن يكون لنا دور لا أعرف حجمه في هذا الموضوع، ولكن عندما تشن حرب على سوريا فالائتلاف بكل مكوناته مستعد للدفاع بالعسكر عن سوريا، لأننا جنود بالنتيجة للدفاع عن حدود سوريا وعن مقومات بقاء الدولة السورية التي تقوم كما قلت في البداية على وحدة الأرض والشعب. أعلننا تشكيل ألوية لتحرير الجولان وأراضي المغتصبة ونعد العدة بهذا الاتجاه. العدوان هدفه نسف التغيير الحقيقي السلمي الجذري الذي ينتقل بسوريا، الذي مفروض أن ينتقل بسوريا إلى فضاءات جديدة كي يجعلها قوية ومركز إشعاع للعالم العربي كلياته. وأكدت قوى الائتلاف أن التعاون مع موسكو كفيل بالحد من أي اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي لاحقا بحق المدنيين وإيقاع ضحايا وإصابات في صفوفهم.